السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. هل تنخرط السعودية في عمل عسكري أمريكي جديد ضد اليمن؟ وإلى التفاصيل. تشير التحركات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتب لعملية برية ضد قوات صنعاء في اليمن بعد فشل مهمتها البحرية والجوية في إضعاف هذه القوات ومنعها من استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تحظى بدعم دولي في معركتها البحرية والجوية، واضطرت إلى خوضها منفردة إلى جانب بعض الدول الأوروبية حربا مفتوحة مع أنصار الله في اليمن، إلا أن ذلك على ما يبدو دون الترتيب لعملية برية جديدة. عملية برية جديدة أين؟ في اليمن. هذه الخطوة إن صح أنه يتم الترتيب لها فهي تطرح أسئلة عن دوافع اتخاذها، خصوصا وأن حلفائها في المنطقة حلفاء واشنطن وفي مقدمتهم السعودية رفضوا علنا المشاركة في التحالف البحري الذي دعت إليه أواخر العام الماضي. وفي حال استبعدنا أن يكون ما يتم تداوله مجرد تهديد هدفه إجبار قوات صنعاء على إيقاف عمليات البحر الأحمر، يمكن طرح سؤال عن الموقف السعودي الجديد الذي يقول البعض إنه قد يكون وراء ترتيب أمريكا للعملية البرية، أي أن هناك موافقة سعودية مبدئية على المشاركة فيها مقابل ضمانات بحمايتها من أي عمليات انتقامية مستقبلية. يمكن القول إن هذا أقرب تفسير للتحرك الأمريكي باتجاه إطلاق عملية برية في اليمن، خصوصا وأنه تزامن مع زيارة مسؤولين أمريكيين للسعودية وتحركات للقوات الموالية للتحالف السعودي والإماراتي وتحركات للقوات الموالية للتحالف السعودي والإماراتي في المحافظات اليمنية المحتلة. طبعا مراهنة أو رهان السعودية على أن أمريكا ستحميها في حال تم شن هجوم جديد على اليمن من أراضيها هو رهان قاصر، لأنها خبرت الحوثيين وخبرت بالمقاتلين اليمنيين الأشداء دار يمن عد قاتل وخسرت الكثير. ومن الأمور التي يمكن اعتبارها مؤشراً على مشاركة المملكة في اعتداء قادم على اليمن إبرام اتفاقية أمنية بين واشنطن والرياض، فعلى الرغم أن ملف اليمن لم يرد ضمن الأهداف المعلنة للاتفاقية، إلا أن خبراء يؤكدون أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعني حاجة واحدة وهي عودة الحرب إلى اليمن، وهذا يأتي رغم وجود بعض المؤشرات على أن السعودية بدت في وقت سابق مستعدة لتغيير سياستها تجاه اليمن. على سبيل المثال عقدت السعودية محادثات مع صنعاء بالأشهر الأخيرة وعبرت عن استعدادها لإجراء محادثات سلام جديدة. وكما قلنا سابقا فإن رهان السعودية على أن تحميها أمريكا رهان خاسر، كما يبدو من السابق لأمانه تحديد ما إذا كانت السعودية ستنخرط في صراع جديد مع قوات صنعاء إلى جانب الولايات المتحدة. ويمكن القول أن ذلك يعتمد على العديد من العوامل التي منها تطورات الصراع في اليمن، يعني إذا ازداد الصراع سوءا فقد تكون السعودية أكثر عرضة للتدخل بشكل مباشر. الشيء الثاني العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية التي ربما تلعب العلاقة هذه بينهما دورا في تحديد ما إذا كانت السعودية ستشارك في صراع جديد أو لا. الشيء الثالث المصالح السياسية للسعودية، حيث ستأخذ السعودية في الاعتبار مصالحها السياسية الخاصة عند اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في هكذا قرار. وفي حال اعتمدنا على القرائن والتحركات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة
يمكن القول أن السعودية أقرب إلى المشاركة في أي عمل عسكري أمريكي قادم، خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار موضوع اللعب على الوقت فيما يتعلق بمحادثات السلام من خلال المماطلة واختلاق العراقيل، وهو ما بات واضحا في الآونة الأخيرة من تصرفات المملكة العربية السعودية. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.